الكنائس الكاثوليكية دائما ما تمتاز بالأصالة وغيرها من الصفات الفريدة التي تميزها، منها التاريخ الكنسي العريق والروحانية المختلفة من صلوات وطقوس. ولذلك دعونا نتابع سويا هذه الفقرة من كنيسة ماري جرجس المارونية بشبرا بالقاهرة. تعتبر كنيسة ماري جرجس المارونية بشبرا بالقاهرة من أقدم وأعرق الكنائس الكاثوليكية بالمحافظة، فيعود تاريخ بناء الكنيسة إلى عام 1880 من قبل الآباء الكهنة التابعين للرهبنة اللبنانية المارونية الذين حرصوا على خدمة الجالية المارونية الكبيرة الموجودة بالمنطقة. المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هي كنيسة ماري جرجس للموارنة اللي موجودة في شبرا أحمد حلمي، واحد شبرا أحمد حلمي. احنا تحديداً جوه موقف أحمد حلمي، ويمكن الكنيسة دي هي كنيسة جديدة قديمة. قديمة لأن هي اتأسست في 1880 عن طريق الآباء الكهنة من الرهبنة اللبنانية المارونية اللي كانوا موجودين هنا في مصر عشان يخدموا الجالية المارونية الكبيرة اللي كانت موجودة في كل المنطقة، في أحمد حلمي وفي شبرا وفي الظاهر وفي كل القاهرة. وبعدين من بعد ما تناقص عدد الجالية المارونية في القاهرة وقل عدد الآباء الكهنة تم إغلاق الدير واتقفلت الكنيسة لمدة طويلة، لحد ما العناية الإلهية والتدبير الإلهي نوروا الآباء العزاريين، وقرر الآباء العزاريين اللي يكون ليهم مكان هنا في القاهرة في العاصمة من بعد 175 سنة من تواجد الآباء العزاريين في مصر. كانت كنيسة ماري جرجس للموارنة بشبرا هي المكان اللي هيتواجد فيه الآباء العزاريين لأول مرة في القاهرة، وبالفعل تم إعادة إحياء المكان وترميمه وأصبحت الكنيسة جديدة لحد ما تم افتتاحها في 4 مايو سنة 2019 في احتفال كبير حضروا لفيف من الآباء الكهنة والمطرنة وصاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق والمندوب الرسولي للكنيسة الكاثوليكية. ومن وقتها أصبح المكان ده مفتوح للمؤمنين، أصبح علامة رجاء وعلامة حياة موجودة في قلب موقف أحمد حلمي في قلب شبرا. كما تم إحياء وترميم الرعية التي افتتحت مرة أخرى في 4 مايو لعام 2019 في احتفال مهيب شارك فيه غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بالإضافة إلى سيادة السفير البابوي بمصر وعدد من الآباء المطارنة والكهنة. واللي بيميز الكنيسة هنا هو التنوع. في عندنا يوم الجمعة 9 صباحاً قداس بالطقس القبطي، يوم السبت 7 مساءً قداس بالطقس اللاتيني، ويوم الحد 11 ظهراً قداس بالطقس الماروني. علاوة اللي احنا عندنا هنا في قلب الكنيسة ذخيرة للقديس شربل جت خصيصاً علشان تكون موجودة في قلب الكنيسة هنا، فيها المؤمنين بيصلوا وبتكون فرصة ان هم يلتقيوا بربنا عن طريق الذخيرة. واللي بيميز الكنيسة هنا كمان اللي في عندنا معرض لكفن المسيح. وتتميز الكنيسة ايضا بالتنوع الطقسي وكذلك الايقونات المميزة والفريدة. كما تتميز الكنيسة أيضاً بوجود معرض لكفن المسيح، بالإضافة إلى ذخيرة للقديس شربل التي يفد إليها المؤمنون للصلاة والتبرك. والمكان هنا هو نقطة انطلاق بينطلق منه الآباء الكهنة للعمل الرسولي في كل أرجاء القاهرة وفي كل أرجاء مصر. ولذلك
تعتبر كنيسة مارجرجس المارونية بشبرا بالقاهرة من أروع الكنائس الكاثوليكية بالمحافظة، ليس فقط لتاريخها العريق بل أيضا للتنوع الطقسي الخاص بها، فيكفي أنها تحمل اسم ماري جرجس ليكون حاميا وشفيعا لها. يا ماري جرجس صلي لأجلنا.